استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير. سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة أركان قوى الدفاع البحرين بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بسعادة رئيس هيئة الأركان مشيدا سموه بمستويات التعاون والتنسيق المشترك والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من التمارين القيادية والعملياتية وتبادل الخبرات بين الجانبين، ومؤكدا الدور الباسل الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في حماية حدود المملكة وحفظ سيادتها باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير مستويات التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني وقوى الدفاع البحرين بما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة.